المرة الأخيرة لا تلعب معي. طول بالك، نحن ما بنصدق لنشوف. 24 ساعة للاقي لك الجسة. هذا الكلام أنا عندي لا بينباع ولا بينشرى. رح ضل وراء لهذا الكلب باسم عماد لحتى أشحطه لعندي، من بعدها رح يهروا كلياتهم مثل أحجار الدمي. كسر عظم يومياً بعد أخبار خلال شهر رمضان المبارك على الـ LBCI.